حضرتك بس اخد تليفون من المهندس محمد مصطفى. يا باشمهندس ازيك؟ مساء الخير يا دكتور محمود. الله يكرمك ويبارك فيك، اللهم اني اعوذ بك من ان اكون دكتورا. انا مش دكتور يا عم، الدكاتره معانا هم. بعد اذن حضرتك، انت كراجل مدير تسويق للبذور، ما الفرق عندك بين البذره الوطنيه والبذره المستورده، وانهي اللي بتكسبك اكتر؟ وخليني الاول تحياتي لحضرتك وتحياتي للدكتوره نهله ولكل المشاهدين والاسره البرنامج. الله يخليك. ردا على سؤال حضرتك، صوت شويه حضرتك، البذور الوطنيه والبذور المستورده. نعم. هو طبعا احنا كبذور وطنيه موجوده في مصر ما عندناش تقريبا غير صنفين، صنفين من البطيخ تقريبا هم بس اللي موجودين اللي بيتم انتاجهم داخل مصر، ما عدا ذلك كل اصناف الخضر الهجين كلها مستورده بنسبه 100%. الصنفين دول مصر واحد ومصر اثنين مش كده؟ مصر واحد ومصر اثنين، دول اصناف البطيخ المصريه يعني. نعم. وباقي الاصناف كلها مستورده. تقريبا صنفين البطيخ، وفي طبعا برضه صنف بطيخ فجر ثلاث سبعات، ده صنف برضه بيتم انتاجه هنا في مصر يعني. لو جينا نقارن الاسعار للاصناف دي والاصناف المستورده من البطيخ برضه هنلاقيهم تقريبا نفس السعر. تقريبا نفس السعر يعني نفس التكلفه ونفس السعر. فاعتقد ان المردود بتاع هامش الربح هنا وهنا تقريبا متساوي في اصناف البطيخ يعني. طيب وانا ايه المانع ان ناخد الصنف المصري ما دام هو هيديني تفوق في الجوده او نفس الجوده والكواليتي بتاع الثمره نفسها، الانتاجيه والجوده واحده، ايه المانع ان ناخد الصنف المصري؟ هل الانتاجيه كافيه تغطي المساحه ولا بيبقى فيه شورتج، فيه نقص يعني؟ لا، اللي بيحدد الموضوع ان الاصناف اللي بيتم انتاجها هنا في مصر قد تجود في بعض المناطق في مصر ولا تجود في مناطق اخرى. طب والمستورد ما نفس الحكايه يا باشمهندس محمد؟ المستورد ولكن في تنوع يعني، احنا في طبعا احنا لازم الاصناف المصريه اذا كان فيها كذا صنف ينفعوا لكم منطقه في كذا موسم احنا اكيد قلبا وقالبا معاه، ما فيش مشكله بالنسبه لنا في كده. ولكن احنا ايه اللي مخلينا النهارده انتاجنا من مصر واحد ومصر اثنين هو بالطبيعي مش مكفي السوق المصري، يعني مش مكفيين يعني البذور اللي بيتم انتاجها ما بتغطيش كل المساحات اللي احنا عايزين نزرعها من البصير. او على الاقل ما بتاخدش نسبه كبيره من المساحه المزروعه. ما بتاخدش نسبه كبيره من المساحه المزروعه، في بقى اصناف ثانيه اللي هي المستورده دي بتنفع في مناطق ثانيه في مصر، فبالتالي احنا لازم نشتغل في المصري ولازم نشتغل في المستورد. يعني ما فيش حاجه بديل عن حاجه معانا في موضوع البطيخ. احنا بنشتغل في المستورد وبنشتغل في البذره اللي بيتم انتاجها هنا في مصر. طب يا باشمهندس محمد بعد اذنك، اسف للمقاطعه، انت ما جربتش مره تطرق باب معهد بحوث البساتين تسال عن تقاوي وتروح تجيبها من وزاره الزراعه راسا؟ هل في معوقات؟ هيقول لك لا مش هجرب، هيقول لك اشتري وعلى مسؤوليتك، ولا ايه الحكايه بالظبط؟ هو معهد البحوث للاسف الشديد ملوش اذرع تسويقيه هنا في الزراعه في مصر يعني. النهارده معهد البحوث بيشتغل بالطريقه الاكاديميه اللي هو ممكن يشتغل على اصناف بعيده خالص عن متطلبات الذوق المستهلك العام المصري. يعني ممكن يكون عنده بطيخ مثلا جيزه، البطيخ ده مثلا من 7 8 سنين 10 سنين كانت الناس كان ده ذوق المستهلك المصري، النهارده ذوق المستهلك المصري بيتغير من سنه للثانيه على حسب شكل الثمره، الكواليتي، السكر اللي فيها، حاجات كتير يعني. لكن معهد البحوث احنا ما بناخدش منه غير تقريبا الاسه يعني، ما فيش يعني يعتبر هو مالوش وجود على. معلش يا باشمهندس، معلش يا باشمهندس، هرجع اركز تاني على السؤال، البنفيتس او المميزات او الارباح اللي هتعود عليك انت كمسوق بذور من البذور الوطنيه لو خدتها من الدوله مقارنه بالبذور المستورده اللي هتاخدها من القطاع الخاص. لا، البذور اللي هي الوطنيه احنا مثلا ممكن يكون فيها هامش الربح اعلى بكثير من المستورد. طيب يعني اذا احنا النهارده عندنا ميزه نسبيه في التعامل مع مركز البحوث.
طبعا، بس هو مركز البحوث ايه الادوات اللي تخليني النهارده اشتري منه؟ يعني هو النهارده ما عندوش غير الصنفين دولت في البطيخ مثلا اللي بيتم انتاجهم هنا في مصر، ما عدا ذلك ما عندوش. يبقى انت لو متابع الحلقه الدكتور وهبه الجزار رئيس البرنامج الوطني لانتاج تقاوي الخضر بيقول ان انا سجلت بس الاسبوع اللي فات 13 صنف، منهم خمسه طماطم وخمسه 23 صنف، 23 تمام. صنف وهجين مصري. تمام. حضرتك التسجيل غير البيع التجاري، انت اكيد حضرتك عارف المعلومه دي. طبعا. حضرتك بتقول لي الدكتور قال ان هو سجل 23 صنف وهجين. مطلوب منكم كمسوقين وطنيين للبذور بشكل عام انكم انتوا اللي تروحوا تطرقوا بقى بمركز البحوث ومعهد البساتين، تروح للدكتور ايمن حموده ونجيب لك الدكتور وهبه الجزار وتشوف ازاي انتوا تحصلوا على عينات بروموشن للتجريب والتعاون والاشتراك في حقول تجريبيه، ونعمل يوم حصاد لاصنافنا المصريه ونشوف. انا بشكر المهندس محمد مصطفى، وعلى الهوا بقول لك انا اعلم انك انت بتاسس شركه لاستيراد بذور اجنبيه، ارجوك وجه نشاطك ناحيه البذور المصريه، ده طبعا انعاشا للاقتصاد القومي. اشكرك يا باشمهندس محمد.